ب143 مليار دولار، رئيس أمازون يقترب من لقب أول تريليونير. بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وعصفه بالاقتصاد العالمي وتسببه في العديد من الخسائر لأغلب دول العالم، فإن جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية يواصل حصد الأرباح متجها إلى تحقيق رقم قياسي جديد. شركة كومبريسيون توقعت أن يصبح بيزوس أول تريليونير في العالم، وذلك بحلول عام 2026. وأضافت الشركة أن تلك التنبؤات تستند إلى متوسط النسبة المئوية لنمو ثروة بيزوس سنويا على مدى الأعوام الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن صافي ثروته ارتفع بمعدل 34% خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت أنه حتى صباح الخميس الماضي قدر صافي ثروة بيزوس ب 143 مليار دولار، حيث زادت ثروته بما يزيد عن 28 مليار دولار عن العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الذي يتعقب ثروات أثرياء العالم بصفة يومية. وأثار هذا التوقع موجة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى معاناة كثير من الأشخاص حول العالم ماديا بسبب وباء كورونا في الوقت الذي يسعى فيه بيزوس لأن يصبح تريليونير. ووقفت شركة أمازون أمام تلك الموجة، حيث قالت إنها أنفقت أكثر من 800 مليون دولار في النصف الأول من 2020 على الإجراءات الوقائية التي تتضمن أقنعة الوجه ومعقمات اليدين ووحدات غسيل يدين إضافية في المستودعات. وأضافت أنها وظفت 175 موظفا جديدا للتمكن من تلبية طلبات ملايين المستهلكين الذين يفضلون شراء منتجاتهم من أمازون وتوصيلها أثناء عزلهم المنزلي.